في المستقبل القريب، وهذه المسيرة تبدأ بخطوة منك. في الطريق الصحيح لاختيار التخصص لأنها العتبة الأولى لمسيرتك في هذه الحياة. ومنها أخواني وأخواتي الطلبة والطالبات، ستلتقي في المجتمع وتصبح عنصرا فعال فيه لا زائد عليه. والآن مع كلمة رئيس النادي الكويتي يوسف الشطح. وأنا أشوف في وايد ناس يتسألون ليش النادي الكويتي يسوي مثل هذه الأنشطة والفعاليات؟ كثير منهم داشين في تخصصات ما هم قادرين يمشون فيها. زين، أنت ليش اخترت التخصص هذا؟ شو اللي خلاك تدش التخصص هذا؟ إذا ما كان منك، وإذا ما كان برغبة منك، رغبة تامة منك أنت، فراح تعاني وايد. ما حد أعلم فيك سواك. يعني أي شخص مهما كان الموضوع يعرفونه، فميوله ما حد يعرفها الا هو، والاشياء اللي يليها ما حد يعرفها الا هو. فعشان كذي انا اشوف وايد ناس كانوا يسالوني شنو التخصص؟ شنو احسن تخصص؟ شنو افضل تخصص بالسوق؟ شنو الكويت يبون؟ انا ما اشوف هذه الطريقه في اختيار التخصص، لان انت بتدرس 4 سنين مو سنه ولا سنتين. ان انت الحين لما تيجي تتخصص لازم تقرا عن تخصصك، لازم تعرف تخصصك شنو. اكو مادة بعد راح تاخذها بالميكانيكال انجينيرنج اسمها نيوميريكال ميثودز. نيوميريكال ميثودز هاي مادة تعتبر رياضيات احصاء، بس ان نسويها عشان مثلا حق مسخرينها حق شغلة معينة بالانجينيرنج، راح يكون فيها وايد حسابات. وغالبا اتوقع اذا انت تخصصك ميكانيكال ان شاء الله خلال سنة سنتين اتوقع ماتلاب اللي تو تكلمنا عنه راح يكون صديق بالمواضيع الرياضيات. بتكلم عن التخصص نفسه، التخصص نفسه مثل ما قلت مقارب جدا حق الميكانيكال انجينيرنج. ندش في الفلويد، ندش في الليكويد مال ليكويد وغيره من المواد، ندش بالمواد الصلبه حراره وتبريد وهيت اكستشينجر مثل ما يقولون. غير كذي طبعا الشيء اللي حيل 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 اللي عارفه ان الكيميكال انجينيرنج وايد له علاقه بالنفط وبالفاينريز، وشلون مثل ما تقول فكته النفط هذا نطلع حق اجزاء، نطلع منه بنزين، نطلع منه بلاستيك، نطلع منه غيره وغيره وغيره من النفط. الفرق بين الجامعه والهاي سكول ان يعطونك الريسورسز، عندك كتاب بطله مو مشكله، في امتحانات وايد اوبن بوك، بطل كتاب، اخذ المعادلات اللي تبيها وحل، لانه هو يعطيك، هو يختبرك على فهمك مو على حفظك. هذا الشيء الرئيسي في الجامعه. يدري ان الكيميكال انجينيرنج راح يكون عنده مستقبل وايد قوي بالاويل وكي او سي، ما كي او سي ايكويت، ويعني النفط اكيد عموما. غير كذي الشيء اللي ما حد يعرفه ان الكيميكال انجينيرنج لو باي مصنع بالعالم ممكن تكون انت، ممكن يوظفونك على الاقل البروسيس كنترول، على الاقل تسوي البروسيس كامل. هندسه صناعيه شو معناتها؟ ليش في هندسه صناعيه وهم ياخذوا التخصصات؟ هندسه صناعيه عندي مصنع، عندي ميكانيك قاعد يشتغل، عندي كيميكال، عندي غيره، بس انا قاعد اواجه خساره، قاعد انتج وقاعد اخسر. زين شلون اسوي سيميوليشن او اسوي فيجن او اسوي بروسيس اني اشيل خساره اللي قاعد تصير عندي؟ من راح يسوي شيء؟ بزنس مستحيل، الميكانيك مستحيل. انا لي دور كصناعي، للعلم انه من اغلى الاجور اللي قاعد تصير من هندسات بامريكا هندسه صناعيه. تخصص مو صعب بالجامعه، جدا مو صعب، جدا يمكن من اسهل التخصصات اللي قالوها الشباب مني. لكن بالنهايه انا اتوقع ان سوق العمل حق هندسه الانجنيير وايد اصعب من باقي الهندسه. اقول لكم اياه ان الجراد سكول حق هندسه الانجنيير جدا قوي، من توب 20 جدا جدا قوي. الهندسه الانجنيير بشكل عام سيستم ومانجمنت اداره وسيستم، حيقول تكنيكال مود. احنا الجامعه هندسه سيستم انجنيير، ما تدرسونكم جافا، وانا جافا صراحه استخدمتها وايد بالمشروع مالي الثاني. راح يدرسونكم مواد غير عن مواد الجامعه، مثل جامعه سان دييغو ولا كاليفورنيا ولا غيره، تدريس طريقه حيل مختلفه. بنروح مواد 300 هذه احد شخصيات كان فيها. انا كنت بدرس عن الجماعه في يوسف، انا احسن جماعه.
صار لها بابا كلها كانت طب اسنان ومع ذلك كان عام بس الحمد لله يوم الهندسه الصناعي جبت الهندسه بشكل ثاني ثاني دائما اللي يقول لي هندسه صناعيه الله هو اللي يكون حقه مشروع والناس قاعد تطلع من الارباح اللي هو ضايفه خلي يكون وزاره ولا مشروع خاص تطلع من الارباح اللي هو مشروع. شنو معنى سلوكي في الجمال؟ هي ببساطة استخدمت الكترستي الإلكترومغناطيسية دراسة الكهرباء المغناطيسية والكهرباء وايد ناس يشوفون الإلكتركل صعب ممكن يكون لا صعب تستند على مادتين أساسية اللي هو الفيزياء والرياضيات. طبعا الفيزياء والرياضيات بكل التخصصات طبعاً جنرال ما الإلكتريكال ليش؟ الإلكتريكال في شيء اسمه فيزياء فيزيكس فيزيكس هي يميل أكثر على الميكانيك اللي هو ثيرمو على الرياضيات في شغلة اسمها الليراجر وين؟ الليراجر في فوق خصوصات فاضية يعني كل الميراجر واتو فوق الإلكتريكال يتفرع على خمس أفضل أو خمس شعب أول شعبة طور ثاني شعبة كنترول ثالث شعبة إلكترونيكس سيجنال كوميونيكيشن الطالب مجبور بعد ان يتخصص بين الباثويز او السفن مثل ما انتم شايفين على السنه الثالثه عندكم اريا باثويز الاريا باثويز كورس عندكم انتم اربع مواد لكم الحق ان تاخذونها في السفن اللي انتم تخصصون استخراج المعلومات هي اللي تكون عن طريق تكنولوجيا حتى ريموت سنسنج ساتلايت وغيره اكزامبلز على جي اي اس تقدر تستعمله هذا برنامج مصنوع من المتخصصين جي اي اس تخصص ما هو بشكل كبير في الكويت بس الحين ان شاء الله في الحكومه قاعده تتجه الى ان تسوي حكومات ذكيه وان شاء الله راح تستخدم التخصص هذا. الدراسة بالبزنس مثل ما قلت لكم يفهمك يعني يعطيك الكتاب هذا عليه قصص أو عليه شغلات سواها الناس وكلها برزنتيشنات يعني تطرح فكر هي طرح الفكر وهذا اللي أنا حببني الموضوع صراحة وترى الماركتينج والمانجمنت خليط ما بينهم أو أغلب المواد تخلط ما بين المانجمنت والماركتينج والتخصصات في البزنس الثاني هي سايت كلهم يشتغلون على شيء واحد كلهم هدفهم واحد توصيل يعني بدال واحد يشتغل على كل الشغلات قسموها الى اقسام والاداره تجمعهم كلهم لكل تخصص اداره تخصص مانجمنت ما في وزارة في ما فيها مانجمنت تقدر تكمل مانجمنت في أي وزارة سواء قطاع خاص أو حكومي تقدر تكمل في تدريس أنت حاب تفكر تدرس برا جامعة الكويت كل الأماكن تقدر كل الأماكن بس إنك كبير شوي بس تشد على نفسك وتكون بس يعني عندك إصرار وتاخذ الشيء اللي تفرق بين المانجمنت والمانجمنت انفورميشن سيستم هذول التخصصين يختلفون عن بعض شيء بسيط بس في المواد التخصص. المانجمنت انفورميشن سيستم التخرج يعني تقدر تدير اداره شركه على الانترنت مثل امازون. تقدر تسوي اداره شركه كامله امازون مثل الانترنت تاسس شركه كامله انت تديرها وتقدر توظف عليها الناس اللي انت تبيها. والمانجمنت يكون عام تقدر تاخذ معلومات من المانجمنت انفورميشن سيستم وال المانجمنت انك تدير اداره عشان تكون كثير او شيء يعني عندك اداره عندك امور كثيره تدير الامور هذه كلها تدير الامور هذه الخطه هذه كلها اللي تسويها للدعم للمانجمنت.